والله في غلاء في البلاد، قاعد سواء بالجمعيات او في الاماكن، جميع الاماكن في غلاء وما في مراقبه عليها، مجرد خفيفه، اشياء خفيفه. والله بالعكس يعني الامور ردت طبيعيه الحمد لله، وكل شيء امور كل شيء متوفر، والتجار الحمد لله قاعد يتسابقون على وضع البضاعه الزينه والشيء على قولتهم. لكن الحمد ان شاء الله الحكومه تتحرك ان شاء الله وتنزل من الاسعار ان شاء الله. والله كثير سواء المأكوله والاستهلاكيه ولا غيره، مثلا المواد التموينيه ما تموينيه، المواد مثلا الحليب، مثلا اللحوم، كلها مرتفعه هذه شوي. والله ما يحضرني لكن انا يعني اشوف الناس لما نقعد بالدواوين كله يقول مرتفعات، مثلا اشياء كثيره سواء كانت ملابس او مأكولات، كل الناس تشتكي يعني. احنا نشوف يعني.